أستاذ حبيب، خلينا نبدأ أولا من مسيرة 14 جانفي، لأن كان يوم خروج يوم 14 جانفي كان خروج متنوع. أولا، هل كان هذا الخروج في مستوى انتظاراتكم حسب تقييمكم أنتما؟ شنو كنتم تنتظر من هذا الخروج وماذا تحقق؟ وما هي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من خلال خروج يوم 14 جانفي؟ يعني اللي تحقق أولا هو أنه تم خرق المراسيم والفرمانات التي أصدرها الانقلاب عن طريق وزارة الداخلية وعن طريق الوالي المنصب، والذي حدد للمتظاهرين مربعات يجب أن تلتزم بها كما يريد هو لهذه الاحتفالات. يبدو أن الجماهير التي نزلت يوم 14 جانفي قد حولت هذه القوانين أو هذه الأوامر إلى مجرد أوراق لا قيمة لها، وهذا أمر مهم ومهم جدا. أنا أتذكر أن السيد قيس سعيد في السنة الفارطة وبعد المواجهات العنيفة التي تمت مع قوات الأمن والتي منعت المتظاهرين من دخول شارع بورقيبة للاحتفال بالثورة، والتي استشهد على إثرها الشهيد مصطفى رضا بوزيان عفوا، قال أنه في السنة القادمة سيحتفل شخص واحد بهذه الذكرى المزعومة حسب رأيه. ولكن هذه السنة طبعا تم تكذيب هذا التوقع، ونزلت جماهير عديدة إلى شارع الثورة واحتفلت بذكرى الثورة، ذكرى هروب المخلوع، واستطاعت مرة أخرى أن تؤكد أن الانقلاب لا يستطيع أن يزيف التاريخ حتى وإن نجح لفترة قصيرة في تزييف الوعي. المكسب الثاني طبعا هو أن تقريبا جميع الأطياف المعترضة على الانقلاب أو المقاومة له قد اجتمعت في صعيد واحد في مكان واحد في شارع الثورة، وهذه الوحدة في المكان بطبيعة الحال يمكن أن تؤشر على وحدة في الموقع وفي الموقف مستقبلا. ونستطيع أن نقول بأن احتفال هذه السنة كان رسالة قوية للانقلاب بأن الشارع الديمقراطي الذي ظل يقاوم لمدة عام ونصف هذا الانقلاب قد استطاع هذا الشارع مرة أخرى أن يفرض تواريخه وأن يرفض تزييف التاريخ. ربما من النواقص التي يجب أن نتوقف عندها هي أن الأعداد على أهميتها طبعا لم تكن بحجم التعبئة المنتظرة، والتي كان من المفروض أن تكون بعشرات الآلاف. والنقيصة الثانية هو أن القوى المعارضة للانقلاب مرة أخرى تضيع فرصة الالتقاء في جبهة واسعة عريضة.